السلام عليكم البنات، هذا فيديو معكم جديد. بغيت نقدم لكم طريقه الدجاج في الفراد، الفخاد ديال الدجاج بحال هكا في الفراد على الطريقه ديالي انا كيفاش تندير ليها. وهنا تنستعمل معلقه المطاغد، من المطاغد اي مطاغد عندكم في الدار. هذا عندنا الخرقوم البلدي كركما، انا تنستعمل شويه الكوري باش يجي فيها واحد المذاق تعجبني فيها، وتنستعمل فيها لي زيرب دو بروفونس، ثومه سوا ثومه عاديه كيفاش عندكم ولا ثومه بودر كي بحال اللي بغيتو، و سكنجبير جاجومبر وقزبور كوريوند، وعندي كونجي غادي نزيدو، وعندي معدنوس حتى هو كونجي غادي نزيدو بلاتي شويه، والحرور على حسب الذوق. الا بغيتي تزيدوا شويه ديال لو بيمون الحار زيدو. عندي هنا حامضه غادي نعصرها، وغادي نقطع الطرفيل ديالها نحطهم معاها. وهنايا عندي واحد نص دامات البنه ديال الدجاج، تنقسمها هكا هي النص ديالها، تنخلطها مع شويه الماء والحامض، وتنزيدها في الاخر تعطي واحد المذاق زويون، وتعطي حتى واحد لابغيونس للدجاج ديالي. خلصت التحميره، كيف تقولها التحميره وبابريكا صافي. انا غادي دابا نحط المكونات ديالي، والقزبور ما تنساوش، انا غادي نجبدو من الكونجيلاتور. لا نسيت ما قلت لكمش الملحه بيان سور ما تنساوهاش ضروريه. والدجاج ديجا غسلته ودرت له الملحه والحامض، كنرقد بالملحه والحامض وكنكونجلي بالملحه والحامض، هذه ضروريه. والبزار نسيت ما وريت لكم باش ندير حتى هو منهم على معلقه حسب الذوق ديال كل واحد. انا تعجبني المذاق ديال البزار. وخلاص عصيره الحامض غادي نحط هذيك الطريفه منها، وغادي ندير عصير الحامض. وهنايا عندي المعدنوس، وخلاص المعدنوس والقزبر كونجلي، نزيد الملحه على حسب الذوق ديال اي واحد. بصراحه ندير الملحه، ندير البزار حتى هو، لا عندي البزار الكحل والبيض مخلطاهم هنا، انا طحناهم على يديا. عندي الثومه، تزيدوا المكونات على حسب الذوق ديالكم، درت باختو المكونات ديالكم كيف بغيتوا، ماشي ضروري شكون الاول شكون الثاني شكون الاخر. معلقه ديال سكنجبير روسي، نديرو ان بو دو كوري، شويه ديال لو كوري ديالنا، هاك كندير منو قليل لحقاش هدا عندي بقا مكثر بزاف. ندير التحميرة، ندير هنايا شويه ديال قزبور ناشف، ليزاغ دو بروفونس. دابا غنزيد عليهم عصير الحامض، وغادي نزيد عليها المطاغد على حسب الذوق كل واحد كيتعجبو. وغادي نزيد، غادي ندير هذه في الماء سخون ونفرتتها، وغادي نزيدها عليهم ونخلط دابا الخليط ديالي كامل، ونرجعو من بعد. دابا غادي نخلط راني بديت نخلط هذا الشيء مزيان، ندخل العطريه مزيان فيها. من بعد ما زدت هذاك الكوب ديال الدجاج فيها مزيان، تنحاول ندخل مزيان العطريه فيها، وبخي غادي نتقبو شويه بالموس باش العطريه تدخل فيه مزيان. دابا غادي نتقبوهم هكا شويه باش العطريه تدخل في وسط. صراحه كل واحد والطريقه ديالو كيف تيدير، هذه الطريقه اللي تندير انا تعجبني واللي تقع عندي تعجبهم بزاف. وعاد غادي نزيد القزبر، مازال المعدنوس مازال ما زدتوش، ونزيد شويه انكور لي زارب دو بروفونس، ونزيد الحامض طرفات الحامض معاه، ونزيد وهذه الزبده، نزيد طرفات الزبده، وهذيك الساعه ندخلها في الفران يطيب على خاطر خاطرو
واحد مدة نص ساعة نص ساعة حتى ل 30 مينوت حتى ل 35 مينوت سا ديبون كل واحد الفران ديالو كيف تيطيب تيطيب اكثر الدجاج تغاد غادي تيطيب الفران دابا غادي نزيد المعدنوس والقزبر عندي جامد هكايا دابا غادي نحط القزبر والمعدنوس نحطهم فوق منه غادي نزيد لي زارب دو بروفونس ونزيد الزبده هانتوما معايا تتشوفوا كل دابا غادي نزيد لي زارب دو بروفونس شويه سا ديبون اللي تعجبوه منسيمات بحال هكا ديال الربيع يزيدوهم واللي ما تعجبوهمش واللي ما فهمتش شي حاجه تكتبها لي في الكومونتير وانا نحاول نقولها ونترجمها لك الطرف ديال الزبده نحط منه اللي ما تيبغيش البنات الزبده يدير الزيت العود لان جميل الزبده لحقاش تعطي واحد تعطي واحد اللون زويون في الدجاج داكشي علاش تعطي حتى المذاق واحد الذوق ديالو اللي تعجبو يدير قليل يدير كيف بغا دابا غادي ندير الفران نشعلو وغادي نخشيها على من يسخن واحد 5 دقائق يسخن ونخشيها في الفران غادي ندير الفران على 220 سا ديبون كل واحد الفران ديالو غندير 250 ونخليها تسخن على 5 دقائق وديك الساعة نخشيها وغادي ندير الريكلاج ديالي 40 مينوت البنات سمحوا لي راني نسيت تنديروا الحامض ديكوري سواء اوميليو تحطيه ولا في الجناب هكايا واللي ما تعجبوش راه ديجا درنا الحامض درنا عصير الحامض اللي ما تعجبوش الحامض بزاف ما يديروش بالنسبه لي حنايا تعجبنا الحامض تعجبنا المذاق ديالو تنديروا هكايا طريفات تيجي بنين وتعطي المذاق وتطلق حتى شويه ديال الماء ديالو شكرا انا نرجعوا من بعد فاش نحط في الفران دابا غادي نديرو في الفران لا البنات غادي شويه نقلب نزيد ندير لاصوص فوق من فوق الدجاج باش يتحمر من جوج الجهات غادي نقلبو على الجهه الاخرى باش يتحمر لي فيها حتى هي شتو البنات كي تعطي هاد اللوين فيه هاد اللوين زويون غزال تعطي فيه وتبقى تعطي لاصوص الا ما بغيتوش بلاصوص ما تكثروش بزاف ديال الحامض وما تكثروش بزاف ديال الماء زعما انا درتي شويه زعما شويه ديال الماء راه الدجاج يطلق حتى هو لاصوص ديالو وتطلق حتى هو تطلق الماء ديالو دابا غادي ندخلو يتحمر الجهة الاخرى ومن بعد نشوفو من بعد عاوتاني دابا ندخلو يتحمر من الجهة الاخرى هي البلا لا فان هكايا تبريزونطو هكا كيفما بغيتو كل واحد يدير كيفما بغا تنقدمها مع الفريت لي صوص لي بغيتو نتوما فيهم هاد الجميع هاد الصوص ديال الفريت و الكاتشب وخلاص لاصوص لي خرجت لي معاها هي هادي تزيديها في لاسيات معاها في لاسيات تزيديها لي بغا تزيد تتغدا داك المذاق ديال الحامض و العطرية تجي مذاق زيون و تجي هكا محمرة نتمنى يعجبكم ويعجبكم ديروا لي ان كومونتير ولا بغيتوا شي حاجه من الفيديوهات واحد اخرين ونوع من الفيديوهات واحد اخرين روتينات ولا مكياج ولا ماسكات ولا شي حاجه بحال هكايا قولوها لي في الكومونتير وان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم وشكرا